السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، كنت تواجدوا في الجامعة الحوزية قرب مدينة جديدة. كان الإخوان هاد لاب تتفرم فيها تقريبا شي 700 متر. كما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك، كل دايرة بالصور. هذا راه كراج، يا راه باب ديال لونطري. تبارك الله. بالنسبة للوثائق، ملكية الإخوان. البناء فيه 120 متر. إخوان، كيخص الزليج والصباغة. هادو صالونات كبير اللهم بارك. هذا واحد السيجور. هذا حمام. بلاص لافابو. شومبر بلاص لي بلاكار. شومبر تاني تاهو بلاص بلاكار إلى آخره. هذه كويزين كوبلا. هذا سباس هذا اللي بغا يستغلو كجردة ولا بغا يستغلو يديرو لابيسين. البلاصة هذه بيسين، البلاصة على التراس. تبارك الله، جات فواحد البلاصة مهزوزة اللهم بارك. الإنسان اللي بغا يدير الدروج ديال السطح يديرو من هاد البلاصة هادي. كما نذكر لكم الإخوان، المساحة اللي فيها تقريبا 700 متر. بالنسبة للوثائق ملكية، واللي بغى يحفظها السيد مول الملك غيدخلها ليه للتحفيظ، غيحفظها ليه باش يكتب عند النوطير. إلا بغى يكتب عند يكتبها بحال هكا ملكية، تكتب عند العدول. بغى الإنسان اللي بغى محفظها غيحفظها ديك الساعتين من بعد يكتبها مع عند النوطير. وبالنسبة للثمن الإخوان، مولاها كيطلب 75 مليون، وليني قابل للنقاش. اللي بغاها اتصل بيا، تلقاو في التليفون ديالي في الفيديو إن شاء الله. سبعة كيلومتر على المدينة الجديدة. هذا غادي يبقى كراج بالنسبة للطوموبيلات. شوف على حسب الاختيار ديال الإنسان، وكلشي داير ليزانستالاسيون ديال الضا والما، كلشي دايز. والدروج على حسب السطح الاختيار ديال الإنسان، بغا يديرهم من جهة أخرى من جهة لابيسين، ولا يديرهم برا من هنا من هاد البلاصة هادي باغ إكزومبل. هادي راه كتبقى جردة كبيرة، كازو وكذا إلى آخره. يلا الإخوان، تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.